السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة أرسل لي كلمة إنجليزية هي idol، فأنا جاوبته، لكن بعدها قال لي السبب ليش هو يسأل عنها، ذكر لي أن هناك برنامج اسمه Arab Idol يعرض على قناة MBC. أنا اليوم في هذا المقطع أبرأ إلى الله عز وجل وأبين لكم أمر مهم جدا حول معنى هذه الكلمة. كلمة آيدل هو معنى بمعنى معبود أو صنم أو وثن أو طاغوت. ولا تجعل لك إلها يعني خاص بك in the form of anything بأي شكل من الأشكال in heaven، سواء في السماء above or in the earth beneath أو في الأسفل الأرض or in the waters below أسفل المياه. يعني وهذا صنم، شايفين الصورة دي، صنم اسمه شيفا، صوره أحد البوذية. وهذا لو تلاحظوا هنا شو يقول، هنا يقول idol، كلمة idol، وهنا أيضا صنم آخر للبوذية، هذا صنم best new lord buddha statue idol، شايفين؟ يعني هذه الرسالة، أنا متخصص لغة إنجليزية ويجب علي أن أنكر هذا المنكر، أنا مسلم موحد لا أقبل هذه المصطلحات لأنها تنافي الإخلاص، العبادة لله عز وجل. وأنتم أخوتي وأخواني وأخوتي المشاهدين والمشاهدات، أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل أن تنشرون هذا المقطع، الواتساب، الآيفون، البلاك بيري، المواقع، أنشروا هذا المقطع لكي تبرؤون أمام الله عز وجل من هذه الكلمة. أنتم مسؤولون، علمتم الآن لابد أن تعملوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.